واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة. الأهلي فاز بالعشرة، 10 بطولات دوري أبطال أفريقيا، حاجة في منتهى الفخر والاعتزاز إنك تكون أهلاوي. هي نعمة كبيرة جدا، والله هي فعلا نعمة كبيرة جدا إنك تكون أهلاوي. الأهلي محظوظ بجمهوره، وجمهور الأهلي محظوظ بناديه، أعظم نادي في الكون لأعظم جمهور في الدنيا. ألف 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 مليون مبروك لكل أهلاوي في جميع أنحاء العالم. بطولة مهمة، بطولة غالية، كأس البطولة ده يعني بالنسبة لنا احنا يعني ايه متعودين عليه نسبيا، ومش نسبيا، لا نسبيا ايه، ده كتير، احنا واخدينها 10 مرات، وفي نفس الوقت احنا بنحبه، حبيبنا، ده حبيبنا، أهلاوي، هو نفسه أهلاوي. فبصراحة الواحد في منتهى الفخر، منتهى السعادة، وحاجة جميلة جدا جدا. يمكن أنا الوحيد اللي في منظومة النادي الأهلي السنة اللي فاتت بعد القضية ممكن ما تصورتش بالكاس ده، فما كانش عندي وقت بصراحة أروح النادي أتصور، أو ما كانش ليا حظ إن أنا أتصور مع الكاس. فبيني وبين نفسي كده قلت يا عم خلاص عادي، مش مهم أتصور مع الكاس، ما هي كده هناخده السنة الجاية. وفعلا حصل الحمد لله، خدناه السنة اللي بعديها. الأهلي خد دوري أبطال أفريقيا في 8 شهور بس مرتين. ده يدل على إيه؟ يدل إن إحنا عندنا منظومة محترمة، عندنا منظومة ناجحة. في ناس وهم قليلين جدا عشان برضو يبقى الكلام ايه واضح مع حضراتكم، في ناس بتفرح بس لمجرد الأهلي يتعادل، لكن الأهلي بيفرح بنجاحه. هو ده الفرق بالنسبة للأهلي وبالنسبة لجمهوره، انك بتفرح بانك تفوز بالبطولة، بتفرح انك تفوز باللقب، بتفرح لما تحقق انجاز، لما توصل لمكانة معينة، لما تفرح جمهورك. هو ده النادي الأهلي، ما بيبصش وراه، ما بيبصش حواليه، هو باصص على هدفه، باصص على أحلامه، باصص على الطموح بتاع جمهوره، إزاي يفرح الناس دي. الأهلي يستحق وجمهوره يستحق الفرحة دي، ولسه عندنا أحلام كتير جدا. هل إحنا بنشبع؟ هل إحنا كجمهور للنادي الأهلي بنكتفي ببطولات؟ لا، ما بنشبعش خالص، ومش هنشبع. وده اللي بيميز دايما النادي الاهلي، وده اللي بيميز دايما ثقافه جمهور النادي الاهلي. جمهور النادي الاهلي مختلف، دايما حابب ان هو يكسب بطولات. انت لما اديك بتشوف احنا تعادلنا مع بيراميدز ماتش، الدنيا اتقلبت. ليه؟ عشان الناس متعوده الاهلي بيكسب. انا فاكر مثلا من سنه كده لما خسرنا من الزمالك 3-1 ايام فايلر، الدنيا قامت، ما قعدتش، رغم انت كنت عامل نتائج يعني مش طبيعيه، خسرت ماتش ليه بقى ازاي. لكن دايما لما تيجي تتكلم على الاهلي وتيجي تقيم الاهلي، استنى كده لما الدنيا تخلص، الموسم يخلص، البطولات المختلفه، الاهلي يوصل لنهايتها، وابتدي قيم وابتدي حاسب. السنه اللي فاتت والسنه دي احنا لحد دلوقتي مفيش ولا بطوله دخلناها خسرناها، كاس العالم للانديه بس اللي خسرناه بصراحه، وخدنا فيه المركز الثالث، وده انجاز بالنسبه لفريق في القاره الافريقيه بيقابل ليفل عالي جدا. لكن بصراحه وفي الحقيقه احنا اصلنا كاس العالم للانديه ناخده، يبقى قفلنا اللعبه دي بقى، يبقى خلاص يا اسطى خليك، يبقى قفلنا اللعبه دي خالص، يبقى خدنا كل حاجه، يبقى الاهلي خد كل بطوله شارك فيها، كل بطوله شارك فيها النادي الاهلي فاز بيها. اي بطوله تيجي على بالك بقى، هو كاس العالم بس. تاخد كاس العالم تبقى انت قفلت اللعبه دي خلاص يعني. والله ساعتها ما هنشبع برضه، جمهور الاهلي ساعتها مش هيشبع، هيبقى عايز بطولات اكتر واكتر واكتر. فبصراحه الواحد سعيد جدا وفرحه كبيره قوي قوي بالفوز بالعشره، واكيد اكيد ان شاء الله باذن الله مش اخر فرحه ومش اخر بطوله، لسه عندنا بطولات كتير جدا جدا. أنا حبيت أبتدي مع حضراتكم البداية دي لحلقة خاصة جدا جدا من الترند النهاردة، لأنها حلقة الاحتفال ببطولة دوري أبطال أفريقيا، هذه البطولة الغالية جدا على جمهور النادي الأهلي في الحقيقة، ومن أهم البطولات بالنسبة لجماهير النادي الأهلي، واللي ليها مكاسب كتير جدا سواء على الصعيد المادي أو حتى على الصعيد
الفني وانت بتشارك في كاس العالم للانديه وبتوصل لمراحل مميزه. عندنا كمان امال كبيره قوي ان احنا نشوف الاهلي باداء افضل السنه دي في كاس العالم للانديه، وكمان مركز يكون افضل. ليه لا؟ لان احنا النادي الاهلي فريق كبير وفريق عظيم. مساء الفل عليكم وعلى كل مشاهدي وتابعي قناه الاهلي في كل مكان في حلقه جديده من الترند. خليني اقول لحضراتكم ان احنا النهارده مش حاطين سؤال للحلقه، انتوا تقدروا تتواصلوا معانا من خلال صفحات القناه المختلفه على السوشيال ميديا، واللي نفسك فيه قوله، اي حاجه تيجي على بالك ابعتها لنا واحنا هنعرضها في الجزء الاخير من حلقه الترند. اللي نفسك فيه قوله للاهلي بقى، للموسيماني، للاعيب معين، للفرقه كلها، لاي حد، لمجلس الاداره اللي لازم نتكلم عليه بشكل كبير جدا، اي حاجه نفسك فيها قولها، وهناخد طبعا التفاعل بتاع حضراتكم. ده الاهم بالنسبه لنا واحد اهم فقرات الترند في الجزء الاخير من الحلقه كما هو المعتاد. لكن برضو النهارده رغم ان هي حلقه خاصه جدا لكن ليها عناوين مهمه. خلينا نشوف ايه العناوين. في ترند الاهلي، بطل افريقيا يعود للقاهره، وكمان اهتمام عالمي بتتويج الاهلي باللقب العاشر، واخيرا الفريق راحه 48 ساعه واستئناف التدريبات الثلاثاء باذن الله. دي ابرز عناوين الحلقه. هروح لفاصل سريع، بعد الفاصل هنرجع نتكلم بقى في كواليس كتير جدا بخصوص الاحتفال بالعشره اللي فاز بيها الاهلي بالامس. استنونا بعد الفاصل. مفيش جديد، الاهلي بطل دوري ابطال افريقيا الحمد لله. بطوله غاليه، بطوله كبيره، والاهلي اشتغل عليها بشكل كبير جدا. لما تبقى حاطط هدف قدام عينيك بتسعى ليه بكل ما اوتيت من قوه، وفي الاخر بتستنى التوفيق من عند المولى عز وجل. الحمد لله كنا موفقين جدا جدا في البطوله بشكل كامل، والحمد لله مجهودنا تكلل بالنجاح وبهذا اللقب الغالي والمهم جدا واغلى لقب في القاره الافريقيه. لازم ندي كل واحد حقه بصراحه، يعني في ناس كتير جدا محتاجه ان هي تاخد حقها بعد بطوله غاليه زي دي. خلينا نبتدي كده ايه براس المنظومه الاهلاويه، مجلس اداره النادي الاهلي، وعلى راسه الكابتن محمود الخطيب. وممكن حد يقول لي اصل انت بقى في قناه الاهلي ولازم هتقول كلام حلو على الكابتن محمود. الكابتن محمود الخطيب مش مستني العبد الله يقول عليه كلام حلو، ولا مستني اي حد يقول عليه كلام حلو بصراحه، يعني لان الراجل بيشتغل صح. الراجل حارب، او تحارب، مش حارب، هو تحارب بشكل غير مسبوق، غير مسبوق. انا من ضمن الناس اللي اشتغلت مع مختلف مجالس الادارات في النادي، ثلاث مجالس ادارات اشتغلت معاهم كلهم محترمين، يعني كنت موجود فهم وهم موجودين يعني، لكن ما شفتش حرب زي دي على الكابتن محمود الخطيب حصلت على اي حد تاني. انك تقدر تتجاوز كل العقبات دي، وانك تقدر تقف على رجلك رغم ان الكل كان متكاتف عليك وعلى محاوله افشالك، وتوصل بالارقام دي والانجازات دي، فلا لازم نسقف له، لازم بصراحه. يعني عمل مجهود كبير جدا، مشي باخلاق ومبادئ الاهلي في اوقات صعب جدا جدا انك تحافظ على مبادئك واخلاقك، لكن هو ده عشان النادي الاهلي، هي دي عشان قيم وتقاليد النادي الاهلي. غصب عنك انت لما بتخش المنظومه دي بتلاقي نفسك بقت ترس في السيستم، خلاص بتتعود على اسلوب معين، على طريقه معينه. فلازم نحيي ونشكر الكابتن محمود الخطيب ومجلس ادارته المتفاهم المتجانس. شفنا امبارح صور كتير جدا ولقطات كتير جدا للحب الواضح ما بين اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي، كلهم سافروا على هناك عشان يبقوا ورا الفرقه ويحتفلوا بالبطوله، والحمد لله احتفلوا. احنا كان ناقصنا بس الجمهور يبقى في الملعب، جمهور النادي الاهلي، وهيحصل قريب ان شاء الله باذن الله، باذن الله هيحصل. فكل التحيه والتقدير ليهم. الجهاز الفني للنادي الاهلي، الفريق الاول لكره القدم، جهاز فني مميز قوي، من الناس اللي بصراحه موسيماني اتقطع تقطيع من ساعه ما جه النادي الاهلي، وانا بشوف ان ده كان تفكير من البعض عنصري، البعض القليل جدا، تفكير عنصري منهم، وانتقاد مجرد انه انتقاد عنصري. ماشي، هما واحد ولا اتنين، يعني واحد ولا اتنين اللي مسكوا الراجل ده هو عايزين هو فاشل. لا لا مش نافع يا راجل ده، طب هو كسب؟ لا لا برضه الراجل، طب الماتش ده عمل ماتش كويس؟ لا لا مش اختبار ده،
الاختبار الحقيقي الماتش الجاي، يجي الماتش الجاي يكسبه موسيماني، يقول لك لا الاختبار الحقيقي الماتش اللي بعده. يعمل ايه تاني الراجل؟ جاب بطولات كتير جدا للنادي الاهلي في فتره زمنيه قليله. الراجل جه في شهر 10، احنا في شهر كام دلوقتي؟ في شهر 7، 9 شهور تقريبا، 9 شهور موسيماني بيجيب دوري ابطال افريقيا مرتين، والناس كانت بتقول اصل هو فايلر ده كان شغله السنه اللي فاتت، وهو لعب 3 ماتشات خد البطوله. طب هو لعب البطوله من اولها وخد البطوله اهو، ماشي كويس في الدوري، وده دي جزئيه ثانيه هنتكلم فيها. خد كاس مصر، خد السوبر الافريقي، خد يعني بطولات كتير. فان شاء الله باذن الله كمان يجيب لنا بطولات اكتر واكتر بالمجلس ده كله. واضح يعني احنا شايفين الكابتن محمود الخطيب، دي لقطات من بعثة الاهلي وهي راجعه في المطار، شايفين كابتن محمود الخطيب واضح ان رجله يعني تعبانه شويه، ربنا يديله الصحه يا رب ويشفيه ويعافيه باذن الله. لكن حاجه مهمه وحاجه كبيره، ورغم كل المصاعب البدنيه والصحيه هو دايما ورا الفرقه ودايما في ظهرهم. فالفرحه حلوه، الفرحه حلوه مفيش كلام، والاهلي بطل وهيفضل بطل، وان شاء الله باذن الله بطولات كتير جدا جدا من خلال النادي الاهلي يفرح بيها جمهوره العظيم في كل مكان. ومش هنشبع زي ما اتفقنا، احنا لسه عندنا اهداف وطموحات كتير جدا عايزين نحققها، وبطولات كتير جدا عايزين نكسبها. ماتش كايزر تشيفز امبارح ماتش كان صعب قوي قوي، ممكن البعض يقول لك لا الفرقه سهله، الفرقه مش اقوى حاجه، خلينا متفقين الفرقه مش اقوى حاجه، لكن بعد اذنك وانت بتفكر كده بعد الماتش بتاع الاهلي امبارح تقول اي حد هيلاعب كايزر تشيفز هياخد البطوله، ماشي. ما تبصش على الماتش ده بس، بص على مشوار الاهلي في البطوله كلها. مشوار الاهلي كان عامل ازاي في البطوله كلها، بدايه من دور ال 32 وانت طالع بقى لحد النهائي. انت قابلت سان داونز اللي كان حظه وحش انه قابل النادي الاهلي، لكن هو افضل فريق من افضل الفرق الموجوده في القاره، سان داونز كسبته هنا وتعادلت معاه هناك. قابلت الترجي، الترجي ده ايه؟ ده الترجي ده فرقه تقيله جدا جدا، كسبته بره ملعبك، كسبته هناك وكسبته كمان هنا 3، تمام. قابلت فريق زي فيتا كلوب الكونغولي في مباراه كانت حاسمه جدا في مشوارك بره ملعبك، بعد ما تعادلت باخطاء تحكيميه واضحه جدا هنا في مصر، لا بره ملعبك رحت اديته 3-0. فانت تستحق ولا ما تستحقش؟ لا طبعا تستحق، بغض النظر بقى مين المنافس اللي جالك في الاخر، ايا كان مين اللي كان هيلاعبك في النهائي، انت كنت قادر انك تكسبه عشان انت النادي الاهلي، عشان عندك امكانيات مميزه جدا من اللعيبه. اللعيبه دي بقى بالمناسبه اللي لازم برضو نديهم حقهم، الناس دي اللي بعد كاس العالم للانديه وبعد ما خدوا البرونزيه ناس كتير قالت لك خلاص اللعيبه دي شبعت، لان كان في كام ماتش كده ادائنا فيه وحش، اداء الاهلي فيه كان وحش، ما كانش حد بيبص خالص ليه ايه للماتشات المضغوطه ولا الغيابات اللي موجوده ولا كلام من ده، لا كله قال لك المدرب وحش والفرقه دي شبعت وما ينفعش ولازم نعمل وقفه، مش كله طبعا يعني البعض. وقال لك مش عايزين خلاص بطولات هم كده وزهقوا من البطولات، لا طبعا مفيش الكلام ده، كان الرهان واضح جدا جدا من بعد كاس العالم للانديه عند اللعيبه دي ان هم عايزين يعيشوا اجواء كاس العالم للانديه تاني بعد ما خدوا الثالث، وكانوا حاطين هدف لنفسهم ان هم لازم يرجعوا كاس العالم للانديه لما ياخدوا البطوله دي، وفعلا اشتغلوا وردوا على كل الناس. هم برضو لعيبه بنفس ثقافه الجمهور النادي الاهلي، احنا ثقافتنا ان احنا دلوقتي اي بطوله عايزين ندخل فيها نكسبها باذن الله. فبالتالي ده امر غايه في الاهميه وحاجه تحسب للجهاز الفني واللاعبين والمنظومه كلها. انا بصراحه عندي كلام كتير جدا جدا، يعني مش عارف ابتدي منين ولا اختم بايه، بس الواحد غايه في السعاده والفرحه والانبساط بعد هذا التتويج الغالي وبعد هذه الألقاب المميزة اللي بيحققها النادي الأهلي والإنجازات الكبيرة اللي بيحققها النادي الأهلي. لسه عندنا كلام كتير وعندنا احتفالات كتير ببطولتنا العشرة، بطولة دوري أبطال أفريقيا، وإن شاء الله بإذن الله بإذن الله ما تكونش آخر بطولة ولا آخر فرحة طالما معانا جيل مميز جدا من اللعيبة. هروح لفاصل وبعد الفاصل نرجع نكمل، يلا بينا. طيب هنا في سؤال بقى بيطرح نفسه، يعني هو بيشغل بال عدد كبير من جمهور الاهلي ان لم يكن كل جمهور النادي الاهلي، هو المكان الانسب اللي على تيشرت النادي الاهلي اللي يتحط عليه النجمه العشرة، ايه هو بقى المكان ده الانسب ده اللي يبقى على التيشرت؟ تعالوا كده نفكر مع بعض ونشوف افضل مكان يكون موجود فيه النجمه العشرة على اللوجو. احنا عندنا 4 فوق دول هم ايه 40 دوري فيما فوق،
لكن عندك ادي 2 4 6 8 9 لحد امبارح. امبارح كسبت البطولة العشرة. طب فين بقى المكان الانسب اللي على اللوجو ده اللي نحط عليه التيشيرت؟ اعتقد الموضوع صعب قوي، يعني هنفضل نحط هنا مثلا نجمة. طب وبعدين؟ الموضوع عايز تناسق شوية. في اعتقادي الشخصي، في اعتقادي ان ممكن يكون في نجمة واحدة ويتحط فيها 10 اللي هم عدد النجوم في الاخر علشان يبقى الشكل كويس، لكن في كل الاحوال ربنا يزيد ويبارك. يعني احنا عايزين اكتر من كده كمان بكتير، وهنلاقي لهم مكان النجوم، ما تقلقوش. يعني هنلاقي مكان نحط على لوجو النادي الاهلي اكبر عدد ممكن من النجوم، لان هو ده طموح جمهور النادي الاهلي، وهو ده اللي باذن الله جمهور الاهلي بيفرح بيه دايما، لان مصدر السعاده في مصر بشكل كبير، وده امر واضح للجميع، هو النادي الاهلي اللي بيسعد الشعب المصري، لان طبعا كل المصريين امبارح اكيد فرحوا بفوز النادي الاهلي بطوله دوري ابطال افريقيا، وكمان بالتحديد يعني جمهور النادي الاهلي. ده فيما يتعلق ببطوله دوري ابطال افريقيا، هذه البطوله الغاليه جدا. لكن احنا ايه دلوقتي؟ بنفرح النهارده، وحقنا نفرح وحقنا نتبسط عشان عندنا ابطال جابوا لنا البطوله. طيب الفرحه هتخلص امتى؟ هتخلص النهارده بكره بالكتير، لان الفريق 48 ساعه للراحه، 48 ساعه، وبعد كده ان شاء الله بعد بكره يستأنف تدريباته استعدادا لمباراه البنك الاهلي في بطوله الدوري المصري. بالتالي هي رساله الى من يهمه الامر، رساله لمن يهمه الامر، احترس. الاهلي تفرغ لبطوله الدوري، الاهلي ما بقاش قدامه اي حاجه تانية ممكن تشتت ذهنه غير بطوله الدوري، وعنده افضليه فيها في حاله فوزه في بالمباريات المؤجله باذن الله. باذن الله ده الهدف القادم والهدف الاهم بالنسبه للجهاز الفني واللعيبه وبالنسبه لنا كلنا كاهلاويه، ان احنا بقى نرجع ايه لمكاننا الطبيعي في بطوله الدوري في الصداره باذن الله، رغم طبعا صعوبه المنافسه مع نادي الزمالك الكبير والمحترم اللي عنده جماهيريه كبيره جدا، وطبعا ما حدش يقدر يقلل اطلاقا من نادي الزمالك، فبالتالي منافسه صعبه السنه دي، وارد انك تفوز وارد انك تخسر اللقب، لان انت مش بتتنافس مع فريق ضعيف يعني، لا طبعا نادي الزمالك فريق كبير، لكن انت اللي في ايدك كل حاجه بقى. احنا عايزين ناخد الدوري باذن الله، باذن الله نفرح كمان بالدوري، نكسب كل ماتشاتنا المؤجله، يبقى فرق نقطتين مع الزمالك، ان شاء الله كمان نقدر نزودهم في حاله تعثر الزمالك، وباذن الله مواصله انتصاراتنا كنادي اهلي. فده امر مهم، وهو ده الهدف اللي جاي بالنسبه لكل جماهير النادي الاهلي. الواحد فرحان، الواحد مبسوط. اللقطات اللي حضراتكم شايفينها دلوقتي على الشاشه دي كواليس عوده الفريق من المغرب بعد التتويج ببطوله دوري ابطال افريقيا للمره العاشره في تاريخ النادي الاهلي، وان شاء الله باذن الله عايزين اللقب ال11 كمان وال12، ليه لا، نقدر ونقدر كمان وكمان يعني. خلينا نروح لفاصل، وبعد الفاصل نرجع نكمل، استنونا. اهلا بحضراتكم من جديد. خليني بس اقول لحضراتكم خبر مهم جدا، وهو من خلال شركة استادات الوطنية، واللي بتقول نقدر دور قطبي الكرة المصرية في إسراء الرياضة المصرية ونبذهما للتعصب. تعلن شركة استادات الوطنية للاستثمار الرياضي وإدارة المنشآت عن تقديرها لقطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك لدورهما الكبير في إسراء الرياضة المصرية ورفع رايتها عاليا في المحافل القارية والدولية. كما تقدم مجلس إدارة الشركة بكل آيات التقدير والامتنان للقطبين الزمالك والأهلي لنبذهما التعصب والارتقاء بالمواقف التي تحض على رفع منسوب الوعي القيمي والوطني بجانب دورهما المجتمعي البارز في هذا الصدد. يعني بيان أو خبر مهم جدا من شركة استادات الوطنية، وحاجة مميزة جدا جدا في الحقيقة. طيب أنا في الحقيقة عايز أوجه رسالة للجيل الجديد من جمهور النادي الأهلي، مش اللي هو إحنا. يعني أعتقد في القرن الجديد إحنا مش هنكون موجودين يعني. فالرسالة دي أو الفيديو ده للأجيال الجديدة من جمهور النادي الأهلي. واللي حابب أقوله لهم إيه؟ أنا ببارك لهم بمنتهى البساطة على بطولة أو لقب القرن الجديد بإذن الله. إحنا أبطال القرن اللي فات، القرن اللي جاي كمان احنا باذن الله ابطال بالمنظر ده وبعدد البطولات دي وبالفرق الكبير اللي ما بيننا وما بين اي حد بعدينا في القاره الافريقيه. فانا اول من يبارك للجيل الجديد
لقب القرن الجديد باذن الله تعالى، لان ان شاء الله ان شاء الله باذن الله واحد احد الاهلي يستمر في انجازاته. اكيد هيحصل دروبات وهيحصل يعني ان انت تخسر بطولات وكلام من ده، ده طبيعي، هي دي كره القدم وهي دي الرياضه بالمناسبه، يعني مش هتفضل تكسب على طول يعني، لكن انت بتاخد بالاسباب وبتعمل اللي عليك عشان تقدر تكسب ويفضل اسم الاهلي كده رقم واحد. هو الناس كده في الاهلي، الناس كده في الاهلي بتفكر يعني. فان شاء الله مع توالي البطولات احنا دلوقتي تقريبا ايه عندنا 90 نقطه مثلا ولا اكتر، فكروني يا جماعه زمايلي في الاعداد، عندنا عدد وافر من النقاط في المركز الاول في افريقيا، بعدينا فرق كبير جدا الثاني اللي بعدينا 40 ولا 50 نقطه يمكن اقل كمان. فكل المؤشرات بتقول ايه؟ بتقول الاهلي هيكون لقب او بطل لقب القرن الجديد او بطل القرن الجديد، وهيحصل على هذا اللقب باذن الله تعالى. فاحنا اول من نبارك للجيل الاهلاوي الجديد بهذا اللقب باذن الله واحد احد. طيب دي من ضمن الامور الهامه جدا، واعتقد ان احنا اتكلمنا في كل شيء، لكن الاهم ان احنا لازم نقول ان كل جمهور النادي الاهلي يستحق الفرحه دي، لان جمهور الاهلي دايما داعم، حتى لو مش موجود في المدرجات، فهو من خلال السوشيال ميديا، من خلال رسائله الكتير قوي اللي بيبعتها للجهاز الفني، للاداره، للعيبه، فهم يستحقوا الفرحه دي. اول ناس بتبقى في ظهر الاهلي لما يكون في ازمات، اول ناس بتبقى في ظهر الاهلي لو في اي توجهات ضد الاهلي، هم اللي بيسندوا وهم اللي بيدعموا وهم اللي بيبقى هدفهم معروف جدا للجميع، ان احنا عايزين دايما الاهلي يكون المنافسه بالنسبه له في الملعب، والاهلي يكون دايما متفوق. فان شاء الله يستمر النادي الاهلي على هذا المنوال في الحقيقه بجمهوره العظيم المميز جدا والمختلف على او عن كل جماهير القاره الافريقيه. طيب خليني اقول لحضراتكم يعني ان في عدد كبير جدا من التهاني من مختلف انديه العالم ومن ابرز واكبر الانديه في العالم. نبتدي بتشيلسي الانجليزي اللي هيكون معانا في كاس العالم للانديه، او احنا هنكون معاه في كاس العالم للانديه، هم خدوا البطوله قبلنا، هم اول من تاهلوا لهذه البطوله الهامه، والاهلي ثاني من تاهل لكاس العالم للانديه. هم على حسابهم الرسمي على فيسبوك قالوا افريقيا تتزين باللون الاحمر مثلما تزينت اوروبا بالازرق، تهانينا للنادي الاهلي المصري، نراكم في كاس العالم للانديه باذن الله تعالى. بالمناسبه ناس كتير بتسال على ميعاد كاس العالم للانديه، يعني هو لحد دلوقتي في شهر 12 باذن الله في ديسمبر المقبل. وطبعا في اليابان مش في قطر عشان المره دي، هيكون في طوكيو. طيب بايرن ميونخ كمان على حسابهم الرسمي على فيسبوك نشروا صوره لنوير والشناوي بعد المقابله اللي كانت ما بين الاهلي وبايرن في كاس العالم الماضيه، وقالوا تهانينا للنادي الاهلي المصري الفوز بدوري ابطال افريقيا للمره الثانيه على التوالي والعشره في تاريخه. كمان نروح اليوفنتوس الايطالي احد ابرز الانديه في ايطاليا وفي اوروبا طبعا، وقال نبارك للنادي الاهلي المصري فوزه بلقب دوري ابطال افريقيا للمره العشره في تاريخه. كمان اس روما الايطالي نادي كبير جدا، نادي العاصمه الايطاليه، قال تهانينا من العاصمه الايطاليه روما لنادي الاهلي بعد فوزه بدوري ابطال افريقيا للمره العشره في تاريخه والثانيه على التوالي زي ما انتم شايفين كده على الشاشه. نادي استون فيلا انجليزي من خلال حسابهم على تويتر ووجهوا رساله وتهنئه للنادي الاهلي، واللي طبعا احنا عارفين تريزيجيه طبعا نجمنا المصري والاهلاوي اللي موجود في فريق استون فيلا، قالوا ان نجمنا تريزيجيه زارهم فعادوا بالعشره، في اشاره طبعا لزياره تريزيجيه، وبعديها الاهلي فاز بالعشره. طبعا تريزيجيه احد نجوم النادي الاهلي السابقين. يعني دي ابرز التهاني وابرز يعني الرسائل اللي جت من احد او اكبر الفرق في اوروبا النادي الاهلي بعد التتويج بالعشر. نروح لفاصل كمان، وبعد الفاصل نرجع ناخد اخر فقرات الحلقه النهارده. يلا بينا. طيب من ضمن الامور كمان المهمه والتهاني اللي تم ارسالها للنادي الاهلي من رابطه الانديه المحترفه لا ليجا الاسبانيه، واللي هنت النادي الاهلي بفوزه باللقب العاشر في تاريخه بطولات دوري ابطال افريقيا، واللي قالوا من خلال حسابهم الرسمي على فيسبوك قالوا 1,000,000,000,000,000,000 مبروك لنادي الاهلي المصري العظيم تتويجه بطلا لدوري ابطال افريقيا. والله التهاني في الحقيقه جايه من كل حته، والاهلي يستحق التهاني دي لان هو بطل القاره سنتين متتاليتين، وايضا
ل10 مرات او للمره العاشره في تاريخه. خلينا بقى سريعا ناخد تفاعل جمهور النادي الاهلي. والنهارده كان ايه؟ النهارده كنا قايلين لكم اللي نفسكم فيه قلوب، اي حاجه حابين تقولوها قولوها النهارده، حقكم لان النهارده يوم فرحه كبير. نبتدي بوليد عبد الحميد، قال لعيبه الاهلي تلعب الدوري بجديه لان الدوري، بص بقى الاهلي وجمهوره وصطف خلاص بطوله نسيوها، يعني امبارح خدنا البطوله النهارده نسيها، عايزين الدوري. فهو ده اللي بيميز الاهلي في الحقيقه، قال لك لعيبه الاهلي تلعب الدوري بجديه لان الدوري ده غير اي دوري عشان فيه منافسه طبعا. والف مليون مبروك لعشر عقبال جميع البطولات. كمان عمر صبحي قال كاس العالم للانديه، يعني برضه حلم من ضمن الاحلام، ليه لا؟ يعني انا نفسي اشوف بادج كاس العالم للانديه على تيشيرت النادي الاهلي في يوم من الايام، ان شاء الله نحاول نحقق حاجه زي كده رغم صعوبتها. شاكر محمد قال كمان ايه؟ اشكركم والله مش عارف اقول ايه من فرحتي، والله العظيم انتم رجاله وعلى قد المسؤوليه. انتهينا من افريقيا، لسه الدوري، يا رب بطولات اخرى باذن الله. ده كان شاكر محمد. ورسائل كتير جدا في الحقيقه جات، لكن وقت الحلقه لم يسعفنا. في كل الاحوال في كل الاحوال الف الف مليون مبروك لكل جماهير النادي الاهلي في كل مكان، وان شاء الله مزيد من الالقاب والبطولات خلال الفترات المختلفه المقبله. دي كانت حلقتنا النهارده من الترند، الحلقه الخاصه جدا. ليس لدينا المزيد، وغدا كل الجديد في حلقه جديده باذن الله تعالى من نفس البرنامج. الى اللقاء وتصبحوا على الف خير.